أوضاعنا أمنية في تردي عام بعد آخر، حالة اختطاف متكررة وعملية قتل على أيدي مجهولين. هذا حال مدينة سبها التي ما زالت تصدح بصوتها لتوفير الأمن والنداءات في واد عميق. 10 حالات قتل شهدتها المدينة منذ الأول من يناير من العام الجاري، ما بين جثث مجهولة سقطت على أيدي مسلحين، ناهيك عن حالات الاختطاف. إحصائيات وأرقام صادمة سجلتها مديرية أمن سبها خلال العامين الماضيين، أكثر من 150 حالة اختطاف وتعذيب قسري، بينهم نساء وأطفال. ومع حلول عام 2018 ما تزال عمليات الاختطاف في تزايد، كان آخرها اختفاء مندوبة المنظمة الدولية للهجرة بسبها رانيا خوما وموظف آخر عثر عليها، بينما بقي الاتصال مفقودا بها حتى اللحظة. عمليات اختطاف سبقتها أخرى لأطباء ليبيين وأجانب أطلق سراحهم مع حلول هذا العام دون ذكر أسباب الاختطاف. الأرقام في تزايد والوضع في تفاقم، والحكومة بعيدة كل البعد عما يحدث من خروقات أمنية بالمدينة، رغم تعدد النداءات والمطالبات بتفعيل الأجهزة الأمنية. نطالب من حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي بدعم الأجهزة الأمنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لبسط الأمن بالمنطقة الجنوبية لحماية المؤسسات الدولة والمرافق الحيوية وتأمين الطرق الرئيسية لوصول الخدمات المعيشية للمواطنين من مواد غذائية ودواء ووقود وغاز الطهي أسوة بالمناطق الأخرى. من المسؤول وما مصير المدينة من هذه التجاوزات؟ لسان حال سكانها يقول هل ستجد آذانا صاغية تستجيب لنداءات مدينة أرقها غياب الأمن؟